هلأ وقت تنحكي عن مشاكل القلب وعلاقتها بكوفيد أو بكورونا، معي مباشرة عبر تطبيق زوم دكتور روبير فخوري، استشاري بأمراض القلب والشرايين. صباح الخير دكتور فخوري. صباح الخير ماجي، كيف اليوم؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ هلأ وقتها وعطول وقتها نحكي عن القلب، لأنه هيدا المرض اللي عطول لحبال مع كورونا، قبل كورونا وبعد كورونا. صحيح، وهلأ وقتها نسألك دكتور فخوري قديش عن جد ارتباط كبير وصار موثق بالدراسات العلمية ارتباط الجلطات القلبية بسبب كورونا. مظبوط. هلأ نحن نعرف أنه أكبر سبب للوفيات هو أمراض القلب، وإجت الكورونا تضيف على هالسبب، يعني سبب آخر، تضل سبب الوفيات أكثر نسبتها هي القلب. كل الدراسات أثبتت أنه الكورونا بتسبب جلطات، هيدا اللي بأول فترة ما كنا كثير عم نعرفها، وكنا نشوف ناس عم يعملوا جلطات بالرئة، جلطات بالقلب، جلطات بالرأس، وما نعرف شو السبب. لدرجة انه في مرة اول ما كنا بفترة كورونا بالاول 2020 جاء مريض عم يعمل جرحة، فتنا تنعمل له ميل، كنا نشوف انه في جلطة بهيدا الشريان الاساسي، نفتحها نرجع نشوف انه صار في جلطة بشريان تاني، نرجع نفتحها، وكان هذا الشيء عم نستغرب لانه مانا معودين على هيدا الشيء. نعم. من نوع الجلطة اللي بتتنقل. لاخر شيء من بعد ما خلصنا وعملنا له كل اللي لازم وعطيناه كثير ديوت سيالين، ولما طلعت نتيجه البي سي ار، بتعرف البي سي ار اوقات بتاخذ وقت تطلع النتيجه، لما طلعت بعد الظهر طلعت بوزيتيف، ساعتها صار عندنا يعني ربطتوا هالشيء جواب لتكرر هالجلطات ورا بعضها بقلب العمليات، يمكن مثل ما فهمت. نعم. فكل الدراسات هلا صارت موثقه انه الجلطات اللي بتصير بسبب كورونا فيها تصير بكل الشرايين، بتكون بالرئه يلي نحن اكثر شيء كنا اول فتره عم نشوفهم، بعدين صرنا نشوف انه بالقلب، هالجلطات عم بتصير بالقلب كمان، عم تصير بالراس، بالدماغ، طبعا الجلطه بالدماغ، هودي صاروا كلهم مثبتين وكلهم عارفينهم، مشان هيك المريض اللي بيتعرض لكورونا عم نوصف له دواء سيالين، اكيد. نعم. مش كل المرضى اللي عم يلقطوا كوفيد نعطيهم كورونا على طول، نحن ندرس شو الريسك وشو الضرر تبع دواء السيالين، نعرف دواء السيالين كله عنده كل شيء عنده سايد افكت، بس نحن المريض اللي لازم ياخذ ومنقدر انه هذا عنده ريسك عالي للجلطات رح نعطيه دواء سيالين. صحيح، ودكتور فخوري بنلاحظ انه الاغلب بتعطيهم دواء سيالين بس يكونوا مصابين بكوفيد بغض النظر عن اعمارهم، يعني حتى لو كانت اعمارهم صغيره، وهالشيء لتفادي انه يعملوا جلطات بسبب كورونا. مزبوط. نحن العمر بالنسبة لنا بالأمراض القلب العادية ننطر تقدم العمر تنعطي دواء سيالين. نعم. بس اللي عنده مثلا، عم بحكي هلا أنا مرات كورونا، اللي عنده عمل وراثة بالقلب، عيل بيو وإخواته عملوا مرض قلب على عمر صغير، أو عنده كوليسترول بالعيلة كتير عالي، هودو بنعطيهم دواء سيالين أبكر من وقتهم. ونفس الشيء مرضى الكورونا يلي بيكونوا يونغ شباب، ونحن بنعمل تقريبا هيك بنقدر انه هذا المريض عنده ضغط، عنده سكري، ولو كان شاب عمره صغير معرض، نعتبر انه هذا معرض لجلطه، في فحوصات دم بنعملها اذا كانت عاليه نعتبر انه هذا الشخص معرض لجلطات وبنعطيه دواء سيالين. نعم. ولو كان شاب ولو كانت العوارض شوي خفيفه في بعض الكيات. صحيح. طيب دكتور فخوري، اليوم يعني صرنا مثبت وعم تتفادوا موضوع التعرض للجلطات باثناء كورونا بانه تعطوا ادويه سيالين لاشخاص معينين، بس اليوم عم نسمع كمان، ما بعرف قد ايه صحه هالدراسات وقد ايه علميه، انه عم يقال انه نسبه كبيره وعاليه جدا من يلي اصيبوا بكورونا بعد حتى سنه على شفائهم من هالفيروس رح يكونوا معرضين لأمراض بالقلب. مظبوط 100%، عم تحكي صح. نحن أول فترة كان الفيروس كان يقولوا له مستجد، يعني ما في بعد كتير دراسات وأبحاث عليه، كنا نقول نعطي 3 أشهر سيالين من بعد ما يخلص القبض. مع الوقت كنا عم نشوف كيف بعد سنة عم نشوف مشاكل complication related to COVID، بسمون post COVID syndrome، اللي عم بتضل سنة أوقات ونسبتها عالية منها كتير قليلة. هلا الحمد لله
مش كله يؤدي الى severe complication للوفاة، بس انه اذا فينا نتفاديها نعطي سيالين لفترة سنة بنكون عم ننقذ حياة يعني. النقطة اللي مهمة هي انه بالسيالين ما بدي المريض هو اذا لقى بتعرفي كل يوم في عنا 10,000 كام بيكونوا كوفيد، مش حدا يسمع هالشيء اللي عم نحكيه هو ما عنده اي عوارضه خفيفة يروح ياخذ سيالين، لانه بالسيالين في طريقه بياخذ سيالين، في انواع سيالين بتتاخذ كل كا في كذا نوع، في نوصل لسيالين ابر تحت الجلد، في حبه الاسبرين العادي، وفي الحبوب الاسبرين السيالين الاقوى من هيك اللي بنقدر نعطيها نحن، بنقدر الحكيم يقدر، ما كل المريض يسمع يروح ياخذ انا معي كوفيد يروح ياخذ حبه اسبرين، حتى الاسبرين عنده سايد افكت. صحيح، وهيدا ممكن يكون يشكل خطر، ومثل ما قلت دكتور يعني من خلالك بنوجه نداء ل عفوا للناس اللي عم تسمعنا، مش على ذوقهم بياخذوا دواء سيالين ولا بالمده على ذوقهم، لازم يكون في استشاره طبيب، لانه كمان بيكونوا عم بيعرضوا حياتهم للخطر. لانه انا عم بحكي هالشيء من خبره، مش بس لانه عن تجربه يعني، انه عندي مريض جابوا لنا اياه لانه عم ينزف، لانه كان معه كوفيد واخذ اسبرين، وهو كان عنده قرحه وما كان عارف فيه ونزف واجا بغير مشكله، يعني خلق لحاله مشكله ثانيه. صحيح. دكتور فخوري اليوم ما بعرف يعني حقيقة الوضع، هجرة الأطباء بلبنان، سمعنا كتير باليومين ثلاثة الماضيين أنه وفاة 4 أطفال بخلال 3 أسابيع بلبنان، لأنه ما كان في جراح قلب أطفال حاضر لينقذ هالمشكلة، أوقات بتكون كتير صغيرة بالقلب عند الأطفال. قدي هيدي معاناة كبيرة، وقدي حقيقية أنه عن جد صار في خطر على الأطفال اللي بيخلقوا بتشوهات بسيطة بالقلب، إنه ما يكون عندهم الفرصة يكملوا حياتهم. أكيد هيدي معاناة البلد، هيدي معاناة كل البلد، هيدا الوضع اللي وصلونا عليه. أنا ما بلوم الأطباء اللي عم بيروحوا تيشوفوا مستقبلهم ومستقبل أولادهم غير مطرح، أنا طبيب من هالأطباء اللي فل سنة الماضي بس رجعت لأنه حسيت إنه لا أنا مطرحي هون، بس أنا ما في أقول الكل يكونوا مثلي. أنا ما حبيت أترك لا أهلي ولا مرضاي ولا بلدي بهالفترة، بس الناس اللي مضطرين وعم بيروحوا هيدا مش ذنبهم يعني. نعم. بس المشكلة وين؟ إنه إذا هالاختصاصات القليلة، يعني جراحة طب الأطفال هي من الاختصاصات القليلة، ما في كتير أطباء كفؤين كمان، نحن مش بس نحكي بلبنان بعدد الأطباء، نحكي بالأطباء الكفؤين اللي نحن نقدر نسلمهم أطفالنا وقلوب أطفالنا. لو سوء الحال إنه هني أصلاً قليل وعم بيسائب إنه عم بيضطروا يروحوا للشغل وبرا، لأنه هودة عملياتهم قليلة، فبيسائب بفترة من فترات طفل اضطر لعملية، وكانوا كل هالأطباء موجودين خارج لبنان أنا بعرفهم، وبعرف إنه عم بيروحوا ويجوا، بعرف إنه في ناس راحوا نهائياً، بس بعرف إنه في ناس عم بيروحوا ويجوا. هود كيات أوقات بيتجمعوا، يعني نقدر نجمع لهم كيات الأطفال بيجوا بيعملون بجمعة وبيرجعوا بيروحوا، بس لسوء الحظ سيئة مشان هيك أخذ ضجة على الإعلام والسوشيال ميديا إنه بفترة معينة كانوا كلهم مش موجودين وصار في هالوفيات. نعم، انه ما بقى ما بتتكرر، ولا لبنان رح يضل في حكمه، رح يضل يجي هود الاطباء ويضلوا يكونوا موجودين او بطريقه متقطعه، بس ما يدركوا لبنان نهائيا. فعلا يعني شيء مقلق دكتور فخوري، بس نفكر انه يعني كنا مستشفى الشرق، يجوا الناس ليتحكموا، لعنا اطبائنا عم بيهاجروا من لبنان، وان شاء الله كتار يفكروا مثلك، انه على الاقل مثل ما قلت يعني انت يمكن رجعت اخذت قرار نهائي تبقى، بس على الاقل يضلوا يروحوا ويجوا هالاطباء الكفؤين يلي عم نهجرهم غصب عنهم برات لبنان. عندي سؤال دكتور فخوري عن الموت كمان يلي عم نشوفه عبر السوشيال ميديا، الموت المفاجئ بعمر الشباب، يمكن مرة قطعنا عليه أنا وياك بحلقة من الحلقات، بس بحب كمان ترجع توجه تحذير حول بعض الفحوصات اللي لازم تنعمل إذا كان في يمكن تاريخ بالعائلة، لأنه كمان بهالأسبوعين الثلاثة شفنا كذا شاب بعمر 29 و 32 سنة توفوا بسبب توقف مفاجئ بالقلب.
مظبوط. ما هيدي شغلة فينا عنا، ما هيدي موجودة على طول عنا إياها. عفوا. كمان هيدي لازم على طول الأشخاص اللي عندهم ريسك فاكتورز أو عندهم حدا بالعائلة توفى على عمر مبكر وما عرفوا من زمان، ما كانوا يعرفوا أوقات ليش توفى، فهودي كلهم لازم يتوجهوا لأطبائهم يعملوا فحوصات مخبرية، تخطيط عادي أوقات ممكن ينقذ حياة شخص إذا تبين إنه في مشكلة عنده بالكهرباء معينة، إيكو إذا تبين إنه في شيء ثقب أو شيء خلقي قديم، وكمان هودة معقولة أو مشكلة بالصمامات معقولة كمان تتعالج وتنقذ حياة. فحص الجهد، لأنه في أوقات كمان التخطيط العادي والإيكو ما يبينه، لازم نعمل جهد على الجهد، إذا عملناه يبين إنه هالمشكلة مشكلة كهرباء مشكلة شلايين بنعمل له علاج، كله له علاج بالقلب كله له علاج. نعم. مهم ما التشخيص هيدي أهم شغلة، وما نهمل، لأنه برجع بقول لك بالقلب كل نحن بال2022 نحن قادرين، وبلبنان وبالوضع الصعب وبكل الحالة نحن فيها نحن قادرين ننقذ حياة العالم، والتكنولوجيا عنا إياها وما نقصنا شيء، ما يعطلوا هم يتوجهوا يستشيروا. أنا بعرف إنه يمكن العالم عم طور من الوضع المادي مش قادرين، رح يضل نلاقي طريقه نحن اداره المستشفى كل الطاقم الطبي نقدر نتعاون، لانه نحن عايشين مع هذا الشعب وعارفين وضعه وعايشين معه كل مشاكله، كله بنلاقي له حل. ما يقولوا الوضع المادي مثلا هو اللي رح يخلينا. صحيح. في حياة أولادهم. سؤال هيك على السريع، بأي عمر بتنصح الأهل يلي ما بيعرفوا إذا أولادهم بيعانوا من شيء أو ما عندهم تاريخ، إنه لأنه يقطع مرة هالولد بأي عمر على طبيب قلب لحتى يعمل تشيك أب كامل، مثل ما بنعمل لعيوننا بعمر معين للأطفال، مثل ما بنعمل لسمعنا، مثل ما ذكرنا، أي عمر هو العمر المناسب يروحوا عن طبيب القلب لحتى يكشفوا إذا في مشكلة كهرباء أو ثقب خلقي ما كانوا كاشفينه؟ ماجي، الأطباء الأولاد لازم يكون عندهم بيدياتر، هيدي شغلة نقطة كمان. البيدياتر كتير نحن بنتعاون معه وبيحولنا هو الكيان، لأن نحن مش دغري من خطاب أطباء قلب مش دغري بنشوف الأطفال، على طول جمالا في تشيك أب عن طبيب الأطفال تبعهم، ولما يسمع صفيرة عند الولد أو يعمل له تخطيط معين ويلاقي في مشكلة لازم يحوله لطبيب قلب. هلا في أوقات بلبنان الأمهات بيتجهوا دغري لأخصائي القلب، وفي بس هم بحبوا إنه في أخصائي قلب أطفال موجودين بلبنان فيهم يتوجهوا لهم إذا هالصبي هو عم يلعب مع أصحابه، مقارنة لغير أصحابه عم يتعب قبل أصحابه أو عم يوجع صدره هو عم يركض أو عم بيدوخ أو لا سمح الله غيب عن الوعي. لهود الأسباب كلهم لازم تخلي الأم أو الأهل يلفتوا نظرهم يتوجهوا، لا فيهم يتوجهوا لطبيب الأطفال تبعهم هو ينصحهم أكيد، فيهم يتوجهوا لطبيب أطفال قلب كمان هو قادر بتخطيط عادي، إذا حط سمعته سمع الصفيرة عند الطفل فيه يقدر يشخص ويقدر يعالج ويتفادى مشكلة بالمستقبل عند هالولد. نعم، شكرا دكتور روبير فخوري على اطلالتك معنا اليوم، يعطيك الف عافيه. بنتمنى طبعا من كل الناس اللي سمعونا اليوم ياخذوا بهالنصايح اللي عطيتها بالنسبه لموضوع القلب والامراض المفاجئه بالقلب، او حتى لموضوع كورونا وتاثيره على الجلطات القلبيه يلي اوقات مثل ما قلت عم تستمر لما بعد سنه، كله له حل مثل ما قلت، المهم الاستشاره والتشخيص الطبي. شكرا دكتور روبير فخوري.